واحنا كمان على اجواء الفالنتاينز، فاحنا ممكن نسال اسئله لها علاقه ب ايام عيد الفجر. يلا طب بصي يا ترى، شوفي انت ببراءتك قاعده مستنيه الاسئله. احمد حاتم رافع ما حصلش، نعمل ايه بقى؟ بينكر من قبل السؤال. ده اللي انا كنت بتعامل معاه في الفيلم بقى، حاله انكار. حصل ولا حصل؟ مره جبت هديه لحد وحسيت انها ما عجبتوش. حصل للدرجه دي في ثقه؟ لا للدرجه دي في هدايا؟ اه والله هي ده صح. مش فاكر من كترهم. انت فعلا ممكن نقيتي هديه كده بمشاعرك وبعد كده حسيتي ان ممكن بس انا دايما بحس ان انا مش شخص بيعرف يجيب هدايا، عشان مش بجيب هدايا كتير، بس لما بجيب هدايا بجد بتبقى اللي هو بقالي 3 سنين بفكر فيها. فببقى مستنيه رد فعل بقى، انبهار، والشخص يقعد يتنطط وكده، ومش بلاقي ده خالص. ببقى اللي هو طب وانت فين الانبهار في التاريخ؟ وانت بقى بتنقي الهدايا بناء على ايه؟ انا بجيب هدايا عامه، انا شخص يعني بتفكر ازاي بقى؟ بتفكر في ايه بقى وانت بتجيب الهدايا؟ بفكر هي تبسط من ايه، بتحب ايه، وبكام. طب حصل ولا ما حصلش؟ حبيت من طرف واحد. طبعا. حصل ما حصلش؟ ما اظنش يعني. ما حبيتيش حد وهو مش عارف، انما انت حبيت حد وهي مش عارف. طيب السؤال العكسي، حصل ولا ما حصلش ان اتحبيت من طرف واحد؟ طبعا. صغرناش بقى. حصل ولا ما حصلش حبيت حد من بلد تانية او من جنسية تانية؟ حصل وحصل. فضايح. حصل ولا ما حصلش كتبت لحد شعر او كلام في قافية اعبر بيه عن حبي؟ حصل. لا والله. طب مش لازم تقولي قلتي. طب قولي قلتي وانا اقول لك قلتي. لا مش قولوا لي انت. لا قول. ما احنا مش عارفين. لا مش هنا يعني. لا طب زي ايه؟ ما احنا ما نعرفش الشخص. صح. كان عنده حرام مشاكل في شغله، فانا حبيت ان انا هون عليه فكتبت له شعر. بالعربي ولا بالانجليزي؟ مره كده ومره كده. بالانجليزي دي. كتبته، لا كتبته مره بالانجليزي ومره بالعربي، يعني مره ومره. كان عنده مشاكل كتير قوي في الشغل. يا حرام. انت بقى كتبت ايه؟ لا كتبت ايه ازاي يعني؟ انت كتبت ايه؟ بقول لك كتبت ايه بعدين. كتبت هنطرب الحاجات دي. يا استاذه اقول لك حاضر. ده انا حاسه اوريكي عندي. ده انا حاسه انها ادله ايدينا. دي حقيقه. كتيب انت؟ لا كتيب. كده. خلاص بقى. طيب حصل ولا ما حصلش مكالمه تليفون اخذت من الوقت اكتر من 3 ساعات؟ حب. هو ممكن تبقى حصلت، بس يعني ده شيء تقيل قوي على قلبي. حصلت بس كانت خناق مش حب. يعني خناق بقى وخلاص بقى كفايه. انما الحب ال لا 3 ساعات يعني الواحد برضه. اول 3 ايام في العلاقه ممكن. لا برضه الرابع بعد كده. الرابع بقى خلاص بقى. حصل ولا ما حصلش ان انا ممكن اغني للشخص اللي انا بحبه؟ بلاش بقى. حصل. احمد حاتم. بلاش بقى. انت ما حاولتيش تغني ابدا لاي حد؟ لا ما اتغنى لي قبل كده الصراحه. حد كده طلع جيتار وابتدى يغني، فانا توترت ومشيت، سبته بقى في اللي هو بيعمله ده مع نفسك بقى، مالناش دعوه. حصل ولا ما حصلش ان انا في عندي هدايا فالنتاين من زمان قوي بس لسه محتفظ بيها؟ حصل. طارق. ايوه.
حاجات بسيطة يعني اللي باقي. حصل ولا ما حصلش كنت سبب في انه اتنين يتجوزوا بعض؟ ده كتير قوي والله. لا خالص. لا دي ما كان هي بسبب مش واخده بالها. بتجوز قطط وكلاب. مش واخده بالها. انت جمعت رصيف الحلال. انا اصحابي كتير قوي. برافو. حصل ولا ما حصلش عيطت وانا بتفرج على فيلم رومانسي؟ انت اكيد كرتون حتى. اكيد يعني. بس ليه بتحرجينا يعني؟ لا ده ايام الرومانسيه يا جماعه. ده انا فيديو على انستجرام لو حاجه كده فيها مشاعر واحاسيس. اكتر فيلم عاطفي عيطتي فيه لسه من قريب متفرجه على تايتانيك للمره ال 180. ده بقى شكا بكا دموع سيول. واتفرجت فيه فيلم برضو كده حزين قوي اسمه A Walk to Remember. البنت بتموت وهو حاجة كده تقطيع شرايين. انا بقى بحب الحاجات دي قوي. وانت اكتر فيلم عايز؟ لا انا بعيط بسهولة عامة. دي حاجة برضو ساعات لما اندمج كده يعني. انا كنت بشوف فيلم تافه قوي في الطيارة ولقيت نفسي متأثر من حاجة تافهة جدا. أيوة في الطيارة. فابتديت احس انه نص حواليا بقى المنظر ده علي. في فيلم اصلا انت فكرتني بحوار الطيارة ده. فيلم اسمه لاين عن ولد كده. شفته. ولد كده بيتخطف ولا بيتوه من مامته. ايوه وحاجه كده تقطيع حزن. لا انا شفت الفيلم ده وكنت عيانه. كنت مسافره 11 ساعه طياره. انا 11 ساعه بعيط مش عارفه اوقف عياط. احرام الناس اللي جنبي بقى مش فاهمين انا بتشحتف. قاعده بقى بعيط والفيلم برده 3 ساعات وكئيب كآبه بس رهيب. بس ما اقدرش اتفرج عليه تاني يعني. مش هقدر. حصل حصل. انا مستني هديه فالنتاين السنه دي. مش مستني. مش مستنيه. لا للاسف. ده ايه والله لو مستني اقول ايه البوكس. ولو جت هتبقى حاجه انا مش مستنيه مش عايزها يعني. انا مش مستني. مش عايز اصلا. لا يعني مفيش حاجه. ما وخلاص. ما السؤال الاجابه وضحت. يعني. الاجابه وضحت ان السنه دي الفالنتاين لا يعني اي شيء لا احمد حاتم ولا لترى عماد. شكرا. سلام عليكم. بعد فاصل نرجع لكم. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.